سلام، معكم أميرة زبير، عمري 11 سنة وكندرس مستوى سادس ابتدائي من مدينة طنجة، وفزت بلقب أصغر ملكة جمال المغرب في الدورة ديالها الثالثة. كانت ماما قالت لي كاينه واحد المسابقه ديال اصغر ملكه جمال المغرب، وكتعتمد على واحد المشروع اللي غادي يكون على البيئه ولا على شي موضوع اخر. فالدوره هذه كانت على البيئه، وقلت علاش لا نبارطاجي مع الفكره ديال ان الطفل يقدر يدير غير بجيست صغير، غير لو فيت انه يخرج من اون شومبر وانه يطفي الضوء هي واحد الحاجه كبيره تقدر تساعد البيئه بزاف. فقلت علاش لا نبارطاجي شي افكار بحال هكا مع الجمهور والناس اون جينيرال. بالنسبه للكاستينغ كان عن بعد لاقاش كان الكونفينمون كورونا، ومراها دوزنا لا بروميير اديسيون، لا بروميير بارتي دوزناها في فاس، ولا دوزيام الفينال دوزناها في مراكش. فاش كنت انا موجدة المشروع ديالي كنت موجدة بواحد الدقة، وكنشرح اي حاجة الاطفال وهذيك كل شيء يقدر يفهمهم، عملته بالعربية وبالفرنسي، اي كل فئات يقدروا يفهموها. فكنت متأكدة انني نقدر نوصل للفينال والحمد لله. صراحة عاونتني فيه ماما، فعطتني افكار بعد المرة زي ما كنعرف شي كلمة بالعربية معوطة كنقولها لها بشي لغة اخرى كتشرحها لي، مثلا فرنسية كتقولها لي بعربية او العكس، وصراحة عاونتني بزاف. فكان لو فوت مقسم لجوج ديال المراحل، كانت المرحله كيختاروا فيها لجنه التحكيم، واحد المرحله كانوا كيبوستوليو لي فوتو ديالنا، وكانوا الناس اون جينيرال كيفوتيو علينا في انستغرام ابارتير دي لايك. كانوا كيعتمدوا على الوقفه ديالك فوق لاسين، كانوا كيعتمدوا على لا كونفيونس ديالك، اي مثلا انت كيفاش غتهضر، واش غتهضر مخلوع، واش غتهضر بطلاقه، وكانوا كيعتمدوا حتى على الباس، واش كيفاش انت، واش انت ستيل ديالك كيفاش داير، كيفاش انت كتهضر مع الناس عادي هكا. كنبغي نقدم هاد الجائزه لماما، لقيت هي اللي عاونتني بزاف في هاد المشروع هذا وفي هاد المسار، وهي اللي خلاتني نربح. وكنبغي نقدمها للطنجاويين كاملين، تحيه لكم كاملين من هاد المنبر. فانا ربحت هاد اللقب هذا بحكم انني طنجاويه وكنمثل ايضا المغرب في قارات اخرى. ان شاء الله بغيت نشارك ونفوز في ميني ميس يونيفرس ونشرف البلاد ديالي. كنبغي نقول لكم الا بغيتوا شي حاجه تقدروا تحققوها خصكم غير تثقوا في الاحلام ديالكم، وما تقولوش ما نقدرش، تقدروا غير الا فكرتوا فيها غتقدروا ديروها. وكنبغي نقول لكم واخا بلا تاج ولا بلا هذيك، نتوما اصلا اميرات وملكات فيكم نتوما. كيف ما كنعرفوا كاملين القرايه هي الاولانيه، فهي اللي كتخلينا نوعاو ونقراو باش نقدروا نديروا اصلا هاد المشاريع هذه وهاد لي زاكتيفيتي هادو كيف ما كان النوع ديالها. هاد المشروع هذا بغيت نوصل به ليشيل انترناسيونال، بغيت نكون ميني ميس يونيفرس طبعا ونشرف البلاد ديالي بهاد المشروع هذا. واخيرا كنبغي نشكر لو جوري وكل طاقم ميني ميس ماروك، وكنبغي نشكر كل الناس اللي ساندوني وصوتوا عليا باش نفوز بهاد اللقب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.